أدى رئيس الجمهورية المنتخب لولاية ثانية قيس سعيد اليوم في جلسة عامة ممتازة بقصر باردو اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق ما ينص عليه الفصل 92 من الدستور. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة. وحضر جلسة أداء اليمين بالخصوص رئيس الغرفتين البرلمانيتين ورئيس الحكومة ومفتي الجمهورية إلى جانب أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلا عن كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتونس وكبير أحبار اليهود بتونس. وفي خطاب أداء اليمين أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن أكبر التحديات التي سيتم العمل عليها دون هوادة هي فتح طريق جديد أمام العاطلين على العمل وخاصة أمام الشباب. أكبر التحديات التي سيتم العمل دون هوادة على رفعها هو فتح طريق جديد أمام العاطلين على العمل وخاصة أمام الشباب. والعاطلون عن العمل ليسوا من الشباب فقط، وهم ضحايا لعقود من الفساد ومن الاختيارات الاقتصادية الفاشلة. لقد عانت الفئات التي تم تفكيرها الكثير، وإيجاد حلول وطنية ليس بالأمر المستحيل. يجب التخلص من المفاهيم البائدة وحتى من المصطلحات التي عفى عنها الزمن. بالإمكان استنباط حلول جديدة تخلق الثروة فيستفيد منها العامل ويعود نفعها على المجموعات الوطنية بكاملها. والشركات الأهلية التي حاولت قوى الردة تعطيلها حل، ولكن يمكن استنباط حلول كثيرة أخرى، حلول جذرية، ولم نعد نقبل بأنصاف الحلول. كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن من بين التحديات التي سيتم العمل على رفعها هي بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة في ظل اختيارات وطنية خالصة نابعة من اختيارات الشعب. ومن التحديات بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة وفي ظل اختيارات وطنية خالصة نابعة من إرادة الشعب. لن يكون الأمر هينا ولا يسيرا، ولكن حين يتم حث الخطى والدخول في سباق ضد الساعة يمكن تحقيق ما كان في عداد الأحلام أو ما كان يعتبر مستحيلا. كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الشعب التونسي استعاد ثورته على الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي بالخصوص. وعلى الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي كاملا غير منقوص، فالحقوق الاجتماعية من تعليم عمومي ومن نقل ومن صحة عمومية ومن مسكن لائق ومن عمل مستقر ومن أجر عادل مجزل ومن تغطية اجتماعية، كلها تحديات على الدولة رفعها، فهي من حقوق الإنسان الطبيعية. ومن قصر باردو ينضم إلينا مبعوث الأخبار زياد حسني لموافتنا بتفاصيل أكثر عن جلسة أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية. زياد لك الكلمة. مرحبا بك نفيسة. رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي كلمته أثر أداء اليمين الدستورية أمام المجلسين النيابيين، رئيس الجمهورية اعتبر أن الشعب قال كلمته بكل حرية يوم السادس من شهر أكتوبر واختار بكل حرية ولم يحتكم إلا لقناعاته. وتحدث رئيس الجمهورية عن وجود محاولات ظاهرة وأخرى خافية لإجهاض الثورة ومطالبها ومحاولات الإبقاء على أطراف معينة لمزيد التنكيل بالشعب التونسي، ثم بدأت مؤامرة أخرى وهي الأخطر وفق قول رئيس الجمهورية، وذلك بمحاولات تقسيم البلاد. وذكر رئيس الجمهورية بما كان يحدث في البرلمان من وضع قوانين على المقاس وفق قوله
واموال كانت تدفع لتمرير قانون او اسقاط اخر مستعبده. رئيس الجمهوريه شدد على ان التاريخ سيحفظ ان قرار تجميد البرلمان انذاك لم يكن يعلم به احد على الاطلاق كما كان يدعي البعض، بل كان قرارا تقتضيه المسؤوليه الوطنيه، واكد ان لحظه المكاشفه ستاتي حتى يعلم الجميع ما كان يدبر من الداخل والخارج واخر وفاق اجرامي ومحاوله ادخال البلاد في صراع شرعيات وادخال تونس في اقتتال داخلي وتقسيمها الى مجموعات من المقاطعات. رئيس الجمهوريه تحدث ايضا عن جمله من الاهداف والتي سيتم العمل عليها ضمن مشروع الدوله للفتره القادمه وضمن العهد الرئاسي الجديد، واعتبر ان اكبر التحديات هو فتح طريق جديد امام العاطلين عن العمل وخاصه امام الشباب، مشيرا الى ان العاطلين عن العمل ليسوا من الشباب فقط بل من ضحايا عقود عمل فاسده. شكرا زياد حسني على كل هذه التفاصيل. ولاية ثانية بخمس سنوات للرئيس قيس سعيد تطرح عديد التحديات والأولويات للمرحلة المقبلة لا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. نجاة حسن رصدت انتظارات عدد من التونسيين من المرحلة المقبلة. تشغيل الشباب، تتصلح البلاد، الأسعار غالية برشا، مسكين القليل ما عادش واصل حتى حاجة باش يشريها، يخزر بعينيه ويتعدى، يلزم يصلح لنا برشا حاجات. حارب الفساد. كافي سوق شغل، ما عادش فما خدمة، احنا اللي نقراو. الأسعار، النظافة. تو الأولويات اللي لازمها تعمل في تونس انفراستركتور والصحة والتعليم واقتصاد وكل شيء. أول حاجة الفساد الموجود في الإدارات، النقل احنا عندنا متروات عمرها 40 سنة تخدم معنا، نورمالمون توتالمون امورتيسابل هذوك. الانفراستركتور ما نحكوش. التشغيل شباب ضايع، حتى تصور انت جون يخدم 500 600 دينار شنو ينجم يعمل في حياته؟ سقط الكياسات، كل زوز متر 3 متر راك تلقى حفر. كيوش على الاسعار على خاطر ديجا مونديال كل شيء يغلى، معناتها مشكين على تونس برك. حاجه اخرى التغذيه، رانا قاعدين ناكلوا في ماكله ما يشبيو جمله، راه حتى واحد باش يشتهي حاجه غله باش ياكلها يبدا يخمم باش تعملت كيفاش سقاوها الفلاح بصفه عامه. لازم حبس الهجره تاع الادمغه خاطر عندنا كفاءات وديزانجينيور قادرين ينهضوا بالبلاد، احنا الشباب هو الحل. الري البطني أو الري تحت السطحي هو تقنية مستحدثة في ري الأشجار المثمرة تساهم بشكل كبير في الحد من الهدر المائي وتمنح الأشجار الكميات التي تستحقها من المياه حتى في فترات الجفاف. وجه النمر أعد التقرير التالي. في ظل الشح المائي الذي تعاني منه تونس وتتالي سنوات الجفاف، يسعى الخبراء والمختصون إلى إرساء طرق جديدة للري تساهم في ترشيد استهلاك المياه وتقلص تكلفة الإنتاج. الفلاح والباحث في مجال الري الزراعي لازهر ماركو اعتمد طريقة جديدة للري الباطني باستخدام القوارير تساهم بشكل كبير في التقليص في استهلاك المياه وتوفر للأشجار ما تستحقه من مياه وأسمدة. طريقة مستحدثة في الري الباطني للأشجار تتمثل في قوارير ذات حجم كبير يقعوا ردمها في الأرض على مستوى عروق الشجرة، وفي القوارير يمكن نحطوا مواد كيميائية نجم تداوي الأشجار ونحطوا فيها الماء بكمية معينة حسب الدوريات تاع المياه. الطريقة هذه تخلينا نربحوا عدم تبخر المياه على سطح الأرض، العروق تسرب مباشرة من القارورة، هذا يربحنا في الوقت توقيت نمو الأشجار ويزيد يربحنا معناه في الكلفة متاع الماء تولي أقل. وهنا نجم نسقي حتى في النهار بلان سولاي مع الشمس ياسر القوية نجم تسقي بها، فماشي فابوراسيون يمشي. وأشار لازهر ماركو إلى أن هذه التقنية تساهم في التقليص بنحو 80% في استهلاك المياه مع المحافظة على نفس مردودية الأشجار وكلفتها لا تتجاوز 7 دينارات للشجرة الواحدة. احنا باش نربحوا قرابة 80% من المياه خاطر احنا باش نسقي مباشرة، وتمشي هذه أكثرها في الري في الأشجار البعلية، الأشجار المثمرة المردودية هي نفس المردودية نتاع العادي، أما نحن باش نربحوا الماء باش نربحوا الوقت. وقت اللي تبدا الشجر حشتها بالماء جاه الماء مش تقعد سنة 3 ايام بلا ما يعبط لها الماء اللوطي تاريخها بالضبط كي الحقنة تحقن العرق بالماء يمكن 6-7 دينارات للشجرة. وما يميز تقنية الري الباطنية عن طرق الري السطحية سواء التقليدية منها أو الحديثة أن المياه تتوجه مباشرة إلى جذور الأشجار وبالتالي تفادي تبخرها وتوفير ما تحتاجه الأشجار من مياه حتى في فترة الجفاف. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في
مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد 41 فلسطينيا على الأقل في قصف للاحتلال استهدف منذ فجر اليوم مناطق متفرقة من القطاع، 33 منهم في جبالية وبيت لاهيا. وكشفت مسؤولة الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الكيان المحتل رفض طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين جراء الإبادات التي ترتكبها قوات الاحتلال شمال القطاع وخاصة في مخيم جباليا. على الجبهة اللبنانية، واصل الجيش الصهيوني اليوم قصفه عدة مناطق في جنوب لبنان مرتكبا مجزرة في مدينة بعلبك خلفت 6 شهداء من عائلة واحدة. يأتي ذلك في وقت ذكر فيه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة ممتازة بقصر باردو. رئيس الجمهورية يؤكد في خطاب أداء اليمين أن التحديات كثيرة ولا بد من تخطيها بسرعة، وأولها مقاومة الإرهاب ومواجهة الفساد. في الشرق الأوسط، جيش الاحتلال يواصل حصاره شمال غزة لليوم 17 على التوالي، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرض شروطا جديدة لإنهاء الحرب في لبنان. شكرا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي نفيسة حسني.